طبعا يعني الحلقات العشرة الأخرانيين بتوع مسلسلات رمضان بيكون فيهم أحداث متتابعة والناس بتكون منتظرة النهايات وبتبتدي تربط القيود ببعضها في المسلسلات. فخلينا نروح نشوف إيه اللي حصل في الحلقة 21 من مسلسلات رمضان واللي كان فيها تفاصيل مهمة هنعرفها من خلال التقرير. أحداث الحلقات 21 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. هنبدأ بالحلقة 21 من مسلسل الاختيار اللي بدأت بحملة التوقيعات على استمارة التمرد، وبدأ الناس في الشوارع والقهاوي يسألوا عن تفاصيل التوقيع على الاستمارة والغرض منها، وهل فعلاً هتسحب الثقة من مرسي وجماعته؟ كمان ركزت الحلقة على حوار بين الضابط مروان والشيخ أحمد اللي بيقوم بدوره الفنان منذر ريحانة. الضابط مروان قدم للشيخ أحمد شكره على تسليمه واحد من الإرهابيين اللي موجودين في قريته، فرد الشيخ أحمد عليه وقال له: والله أنا من لما شفتك قلت إنك راجل ما جبتوش بلادة، شفت في عينيك الصدق وحسن النية. إحنا حربنا واحدة يا شيخ أحمد. أيوة حربنا واحدة، بلدنا هذه واحدة. كمان رصدت الحلقة أحداث العنف اللي شهدتها مدينة الخصوص اللي راح ضحيتها 7 أشخاص واتصاب فيها 21 واللي كانت مفتعلة من عناصر الجماعة الإرهابية. وهنا اجتمع اللواء يسري اللي بيجسد شخصيته الفنان محمد رياض وزكريا يونس وهم مستغربين من الأحداث اللي حصلت. اعمل تقدير موقف ووضح فيه رؤيتك لحل الأزمة دي، وهعرض على اللواء شبراوي. في الحلقة 21 من مسلسل العائدون قدر الضابط عمر يوصل للقناص المعروف عالمياً باسم الصقر، وواجهه قبل تنفيذه عملية الاغتيال خلال تواجده في دولة من الدول الأوروبية ضمن مخطط نشر الفوضى في البلاد ودخول مقاتلين من داعش. عمر لازم نمشي حالاً قبل أمنه يجي، يلا مفيش وقت. كمان بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بكشف الطبيب لنتيجة الأشعة لبنت فاتن، والطبيب قال لميسون صديقة فاتن بأن الكيس سائل نخاعي على المخ مش ورم، أما بالنسبة للتشنجات فدي نتيجة كهرباء زيادة على المخ، وهيعملوا الفحوصات اللازمة علشان يحددوا الأدوية. سلامتك يا روح قلب أبوك. ليه كده يا بنتي؟ عايزة ماما. ما انا جنبك اهو، وانا ما ينفعش يعني؟ يا طنط ميسون، يا يارا، يا ماما. ماما جايه، ماما جايه، ما تخافيش. بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير قوي بمكالمة تليفون حزلقوم لأخوه الكبير بيبلغه فيها إنه بعت له شنطة هدية فيها دمية غريبة، وهنا بيلعب بيها العترة أو مصطفى غريب وبيحطها في مكان في الأوضة، وفجأة لقاها في حتة تانية. العترة خاف وجري على الكبير وبيقول له إنه خايف من الدمية، فقرر يروح مع الأوضة ويشوف إيه اللي بيحصل. أنت هتنام لي؟ ما أنا أرقص لك. لا، احكي لي حدود. ماليش ياد في الكلام المايز ده. بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل مكتوب عليا بزيارة مفاجأة من سلمى لبيت أسرة جلجل، وهنا حاولوا يخفوا رؤى علشان حملها ما يبانش قدام سلمى. سلمى بتحاول تعرف أسباب تجاهلهم ليها، فبيبلغوها إنهم بيحبوها واللي منعهم عنها ظروف معينة. وفي مشهد تاني بيستمر جلجل في رفضه إنه يشتغل مع مي اللي بتجسد شخصيتها سامية طرابلسي، في الوقت اللي بيحاول فيه بدوي يعمل صفقة معها. انت عارف ان الناس بتقطع نفسها عشان تشاركني؟ اديك قلتيها الناس، انا بقى غير كل الناس. وده اللي منرفزني ومستفزني.